السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد وموضوع جديد ولا قصة جديدة. وقصتنا اليوم حول الكلب الوفي. هذه القصة يعني تصاوبت جوج أفلام، هي قصة واقعية، الواقع الياباني اللي جرات الأحداث ديالها في سنة ما بين سنة 1925 إلى حتى سنة 1935. هذه القصة يقولنا تصاوبت جوج أفلام، كاين النسخة اليابانية وكاين النسخة الأمريكية، ولكن النسخة اليابانية ما موجوداش على النت إلا النسخة الأمريكية، وهذا الفيلم المسمى بعنوان هاتشي. يعني اللي ما شافش هذه القصة صراحة قصة مؤلمة، يعني أحداثها كل أحداث زوينة ولكن في الأخر كتقلب الدراما. هذا النوع ديال الكلاب هو من نوع اكيتا اليابانيه، هو صنفين، كاين اكيتا اليابانيه وكاين اكيتا الامريكيه، ولكن يعني كلب متوسط الحجم، ما تيكبرش بزاف، ما صغيرش بزاف، كلب وفي، يعني الا تدرب احسن تدريب، يعني داكشي اللي كيدير اتجاه اللي مربيه لا يوصف. المهم هذا الكلاب كتسمى اكيتا لان واحد الولايه في الشمال الشرقي اليابان، وهذا الراسة موجودة يعني من 1600 سنة، وهذا السلالة معروف عليها الاستقلالية يعني والقوة والهيمنة. يعني هذه الكلاب ماشي كيف جميع الكلاب، يعني مثلا تلوحوا الكرة يمشي يجيبها، لا، يعني واحد الكلب عنده عزة النفس. وهذه السلالة كانت تستخدم في الأصل يعني لحراسات النبلاء والملوك في اليابان، وكذلك كانوا كيستعملوه في الصيد. المهم ما غنطولوش في هذه المقدمه، ندخلوا في القصه ديال هذا الفيلم وحتى الصور اللي غادي نعرض، يعني الصور الحقيقيه، اما الفيديو فهو من يعني من الفيلم الامريكي اتشي. الا كنت من محبي قناه باخويا فلوغ، ما تنساش تعملنا واحد اللايك، دير واحد الاشتراك الا ما كنتيش مشترك، وخلي لنا واحد التعليق محفز ولا كنتقدنا ماشي مشكل، المهم خليو لنا تعليق باش نعرفوا ارائكم حول هذه القصه. نبداو قصتنا. المهم في بدايه الفيلم هو واحد الطفل كيحكي قصه جدو في القسم، يعني الجد ديالو هو اللي وقعت له القصه مع هاتشي. المهم للاشاره باش نكونوا عارفين مزيان، القصة الفيلم يعني تصاوبت مع شخص امريكي، ولكن القصة الحقيقية راها مع شخص ياباني ماشي الامريكي، يعني باش نتفهموا باش غير المهم راكم عارفين السينما. المهم بداية الفيلم كتبدا بهو واحد الطفل كيروي قصة جدو في القسم مع الكلب هاتشي اللي لقاه في محطة القطار بعد ما سقط من صندوق صغير، وبدا كيمشي يعني حتى لقاه البروفيسور. هذا الشخص اللي لقاه هو بروفيسور موسيقى اللي الاسم ديالو هيدي سابورو يونو، هذا هو الاسم ديال الشخص الحقيقي اللي كانت عنده القصه مع هذا الكلب الوفي هاتشي. المهم بدا كيمشي لحد ما لقاه البروفيسور، وهو كيف قلت بروفيسور في جامعه طوكيو اللي كتبعد عن تشيبويا، يعني على بعد محطات. المهم بغى يتخلص منه ما لقاش، وهنا قرر باش يديه للدار لحد ما يلقى يعني صاحبه ويردوا له، ولقى واحد العلامه يعني معلقه فيه. المهم داه للدار وخباها على مراته، ولكن الزوجه ديالو لما حست به يعني رفضت الوجود ديالو، تما كضطر باش يديه لملجأ الحيوانات، يعني وما لقاش شي مكان فين غيديرو، يعني كل شيء عامر. بدا تيقلب على اللي يربيه، ما لقى حتى شي واحد، واضطر يردو معاه للدار. وعلى حسب قصة الفيلم يعني داه معاه حتى الجامعة. تما كان واحد الصديق ولا الزميل ديالو يعني ياباني، وراه داك العلامة اللي عند هاتشي، ثم كيتبين بان هذيك العلامه هو واحد، هو رقم، يعني الرقم باليابانيه اتشيكو. ثم يعني قرر باش يسميه هاتشيكو، ولكن في الفيلم كيسميوه اتشي.
ومعروف عليه اتشي ولا اتشيكو، يعني سميه وحده. المهم هنا فين غادي يبدا التربيه ديالو، وحتى الزوجه ديالو يعني ملي شافت العلاقه اللي ما بين الكلب وصاحبه، يعني حتى هي بحال تنقولوا قلبها حن وقررت بابقاء هادشي يعني في البيت. هنا بدات العلاقه تتوطد بيناتهم، الى حتى واحد اليوم يعني البروفيسور كان غادي للخدمه ديالو، لان كيف قلنا كيمشي هو ساكن في تشيبويا وتيمشي قريب في طوكيو في جامعه طوكيو، يعني بعد المحطات تيمشي في القطار. المهم من خرج تماك هادشي يحفر واحد الحفره يعني تحت السور ديال البيت وتبعوا المحطه القطار. المهم الى حتى اضطر البروفيسور يردوا للدار، وخمشت عليه مشى عليه القطار، ردوا للدار وخلاه مع الزوجه ديالو ومشى استقل القطار اخر. ملي قربت يعني الخامسه بعد الظهر، هاتشي كان في الدار وتسمع الصوت ديال القطار، تما كيقفز على السور ديال البيت يعني الحائط ديال البيت، وكيمشي يستقبل البروفيسور في محطة القطار بالضبط على الساعة الخامسة. ومنين سول البروفيسور يعني أحد الباعة اللي كاينين باب محطة القطار واش الكلب كان نهار كامل هنا كيتسناه، قالوا له لا يعني حتى يعني راه تقرب تجي راه عاجة. تما كانت عنده واحد الفرحة يعني من داه البيت وخل الدار وخلاه يعني بقى تماك. وفي الخمسة شوفوا الكلب كيف حس بان صاحبه غادي يرجع من العمل، وهذه المده تقريبا اللي تعاشروا فيها يعني مده سنتين، ما ماشي بزاف. والمهم وهنا فين غادي تتطور العلاقه وغتوتر العلاقه ما بين هادشي والصاحب ديالو، وهو كل يوم يعني كانوا في الصباح تيوصلوا لمحطه القطار وتيرجع للدار، ومع الخمسه يعني بعد الظهر كيرجع يتسناه باب محطه القطار يعني، وبقات هكاك ليام وسنين، والكل ولا تيعرف يعني الكلب اتشي. كانوا فرحانين يعني متعجبين بهذا الوفاء ديال هذا الكلب اللي تيوصل صاحبه في الصباح في 8 الصباح يعني، وكيرجع للبيت ومع الخمسة عاوتاني كيرجع يتسناه، وفي نفس المكان يعني كان عنده واحد المكان بالضبط تما كيبقى يتسناه الى حتى تيخرج البروفيسور من تيخرج البروفيسور من محطة القطار وكيصاحبو عاوتاني مرة أخرى للبيت. وهكا بقات غادية يوم على يوم. كيف قلت هادشي ولا معروف عند الناس تما، كاينة يعني كلشي تيعرف هادشي بأنه راه كيتسنى البروفيسور. وفي يوم من الأيام يعني وبالضبط في سنة 1925 كان البروفيسور يعني باغي يمشي للعمل ديالو، ولكن الكلب هادشي كان يعني رافض بحال ما باغيش يخليه يمشي، يعني كان مضطرب وما بغاش يمشي معاه للمحطة، ولا بحال ما بغاش البروفيسور يمشي للعمل. المهم البروفيسور يعني مشى للجامعة، وأثناء إلقائه للدرس كيتصاب بسكتة دماغية وكيموت في نفس اليوم. ومن هذاك اليوم والكلب هادشي كيتسنى يعني صاحبه يعني النهار كامل والليل كامل هو كيتسنى فيه، لان كيف قلنا النهار اللي ما بغاش يمشي معاه هذاك النهار فين توفى البروفيسور. وهذه المعلومه ما عرفتش واش صحيحه ولا ما صحيحاش على حسب الفيلم، لان ما تيبينوش الكلب مشى مع صاحبه باش يدفنوه. هاد البونت وقيلات هي اللي خلات الكلب ما عارفش بان صاحبه راه مات مدفون تما كاين، وهذا هو اللي جعلو كيتسناه باب محطه القطار. والا كان عارفو مثلا مات مدفون غادي يمشي لجنب القبر ديالو، ولا هذا هو اللي خلاه كيتسناه في محطه القطار. كيف قلنا بقى يعني من ذاك الوقت هادشي كيتسنى الى حتى الزوج ديال الابنه ديال البروفيسور يعني وصاحبه للدار. وهكاك اليوم التالي عاوتاني تيخرج الكلب تيهرب وتيبقى يتسنى باب محطة القطار يوم كامل، ولكن هو ما عرفش بأن صاحبه راه ما عمرو غادي يرجع. المهم زوجة البروفيسور رحلات من داك البيت هي وبنتها والزوج ديال بنتها، وداو هادشي معاهم يعني البيت فين رحل. المهم هادشي يعني وخدوه معهم يعني كان في واحد الحاله يعني كتشفي القلب، ما كانش مرتاح، كان مضطرب.
الى حتى جا واحد اليوم وهو يهرب. المهم رجع للبيت القديم ولكن لقى ناس غرباء ورجع المحطة يعني يتسنى البروفيسور. ودازت ايام على ايام وسنة من بعد سنة والكلب مازال كيتسنى تماك يوميا. شوفوا هذا الوفاء وهذا الاخلاص يعني هذا الكلب سبحان الله. المهم يقولنا دازت ايام يعني بقى تماك عاوتاني جات بنت البروفيسور عاوتاني ردات هادشي للدار ولكن كيبقى ديما حزين وفين ما كيسمع يعني الصوت ديال القطار كيبقى يتألم. هكذاك الابنة البروفيسور يعني شافت هادشي في ذاك الحالة بحال خطبته وقالت له تحنا راحنا يعني تنبغيوك بغيتي تمشي انت حر. المهم حلات له الباب وهادشي مسكين ايوا محطة القطار يعني تماك في محطة القطار ولا في النور ما بين القطارات بقى ساكن تما كاينه تحت شي قطيره تما كاينه. وفي الوقت ديال يعني رجوع البروفيسور اللي هو الخمسة كيمشي هادشي نفس المكان وكيتسنى تما يعني الناس هما اللي بقاو تيعتنيو به الناس ديال المحطه تماك لان كيف قلت راه هادشي ولا معروف تقريبا في اليابان كامله وفي بعض انحاء العالم وقتها لان جاوا صحافه صوروه الكلب ما مفهومش يعني كل نهار كيجي في الخمسة وكيبقى يتسنى الصاحب ديالو باش يخرج ولكن هو مسكين ما عارفش بان الصاحب ديالو راه مات. كيف قلنا هادشي ولا معروف يعني عند الصحافة حتى جات سنة 1934 وكيصوبوا له واحد النصب تذكاري بحضور هادشي. وهذاك النصب التذكاري مازال لحد الساعة وعلى كيف قلنا ملي تصاوب داك النصب التذكاري يعني هادشي كان مازال عايش سنة قبل من الوفاة ديالو. يعني تكريما لهاد الوفاء ديال هاد الكلب هي فين صاوبوا داك النصب التذكاري وكيف قلت بحضور هادشي تكريما على الوفاء لصاحبو هاد السنين كاملة. يعني كيف قلنا من 25 أرى 10 سنين تقريبا وهاد الكلب كيتسنى هاد الصاحب ديالو. هذا هو باش ننصحكم يعني تشاهدوا هذا الفيلم فيلم زوين كيف غادي نقول يخليك تتبع القصه ديالو. وكيف قلت يعني سنه من بعد ما صوبوا له داك النصب تذكاري وبالضبط سنه 1935 كيتوفى هادشي في نفس المكان اللي كان تيتسنى الصاحب ديالو فيه. المهم كيتوفى الكلب هادشي تما كاينه ولكن ما كيتمش الدفن ديالو كيتم تحنيطو. يعني شوفوا هاد الكلب فين وصل سبحان الله كيتم تحنيطو والتمثال ديالو ولا الجثة ديالو مازال لحد الان محنطه بالمتحف الوطني في طوكيو باليابان. يعني تقدروا تقلبوا حتى على هاد التصاور تلقاوهم ولا القصه ديال الكلب هادشي وحتى القصه ديالو يعني في على الشبكه صغيره ما ماشي بحال الفيلم شويه مدقق كيف كان نعرفوا يعني فيلم ضروري ما تيكون فيه زياده ولا نقصان على حسب الدراما ولا على حسب القصه كيف خصها تنزل. نطلب من الله تكون عجبتكم هذه القصة حتى القصة الجاية إن شاء الله. ما تنسوناش باللايك ما تنسوناش بالاشتراك خليونا تعليق محفز. استودعكم الله والسلام عليكم.